ما أتى إليك في جوالك، دخل في وسائل التواصل تويتر فيسبوك، قل ما تشاء مما يستجد لنا، فلا تأخذ به إلا بعد أن تسأل، لا تأخذ به إلا بعد أن تسأل، حتى لا تقع في البدع من حيث لا تشعر. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: وربما تنشر، بعض الناس قد ينشر من باب إحسان النية لكنه يؤجر، لا يؤجر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ذلك القوم الذين ابتدعوا في الأذكار، قالوا: إنما أردنا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصب. الحمد لله عندك أهل العلم، عندك أهل العلم المعروفين باتباع الدليل وبالحرص على الدليل الشرعي.